مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستشهد المناطق الشمالية من المملكة يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح وإثارة الأتربة والغبار، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. لكن إن شاء الله اعتبارا من يوم الاثنين ستبدأ درجات الحرارة في معظم أجزاء المملكة بالارتفاع التدريجي. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد تكون المناطق الشمالية لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار، لكنها بتكون تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وهناك نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية وإثارة الغبار والأتربة أحيانا، هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 27 العظمى والصغرى 14، المناطق الشمالية الشرقية 26-14. لكن المنطقة الوسطى بشكل عام أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، الرياض والمنطقة الوسطى 37-24، والمنطقة الشرقية 36-25، المنطقة الغربية 35-24، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 21-13 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، فأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 29 والصغرى 17، المناطق الشمالية الشرقية العظمى المتوقعة 28 والصغرى 16، أما المناطق الوسطى وبقية المناطق أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، المنطقة الغربية 34-24، المنطقة الوسطى 35-23، والمنطقة الشرقية 34-24، أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا 22-14 درجة مئوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية، وبتكون الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المناطق الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 18، المناطق الشمالية الشرقية 29-17، الأجواء حارة نسبيا في المناطق الوسطى وبقية المناطق، المنطقة الغربية 35-24، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى العظمى بحدود 35 والصغرى بحدود 23، المنطقة الشرقية 34-23، أما المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أو زخات متفرقة من المطر 23-15 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 33-20، المنطقة الشمالية الشرقية 32-18، والمنطقة الغربية 35-24، والمنطقة الوسطى 36-24، والمنطقة الشرقية 35-24. إذن أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، لكن المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 23-15. يوم الخميس إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا بشكل عام في معظم مناطق المملكة، الشمالية الغربية أجواء حارة نهار حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 36-23، المنطقة الشمالية الشرقية 31-18، المنطقة الغربية وأيضا الوسطى العظمى 36 والصغرى 25، والصغرى في المناطق الوسطى أو في المنطقة الوسطى 24 درجة مئوية. كذلك في المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35-25، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر
22 إلى 16. يوم الجمعة أيضا أجواء حارة نسبيا نهارا، معتدلة ليلا. المناطق الشمالية الغربية 37 إلى 24، والمنطقة الشمالية الغربية 35 إلى 23. أما المنطقة الغربية والوسطى والشرقية العظمى المتوقعة 35، والصغرى في المنطقة الغربية 25، والصغرى في المنطقة الوسطى 24، والصغرى في المنطقة الشرقية 22 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا، العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله مع أجمل تحية لكم مني ومن طقس العرب.